السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، إن شاء الله ما بين صباحكم ومساءكم يكون كل خير وسعادة وبركة يا رب، قولوا أمين. اليوم وجبة خفيفة كوجبة الصباح أو ما بين الوجبات، نستفيد بعض الكلمات اللغوية اللي منتشرة أو نسمعها بين الحين والآخر، وإيش هو المنتشرة وما يعني المعنى يكون شوية فيه لبس، الفرق بين الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي. هذا اللي احنا نتكلم عنه اليوم. الأبدي، نسمع كلمة الأبدي. الأبدي بمعنى يعني الذي لا نهاية له. الأزلي الذي لا بداية له. إذن الأبدي والأزلي، الأبدي الذي لا نهاية له، الأزلي الذي لا بداية له. الأمدي بالميم، الأمدي ما بين، يعني اللي هو ما بين البداية والنهاية، ما بين البداية والنهاية. السرمدي، كلمة السرمدي هي الأشهر تقريبا، السرمدي الذي لا بداية له ولا نهاية له. بالمناسبة في لما قلت كلمة الأزلي، حرف الزين، حرف الزين الزاي بمعنى أصح، نقول الزين والزاء، الأصح نقول حرف الزاي، اسمه حرف الزاي. طيب إيش الفرق بين التجسس والتحسس؟ طبعا التحسس وليس اللي هو التحسس إلى الحساسية. التحسس يعني الفرق بينه وبين التجسس، التحسس يكون في تتبع أخبار الناس بالخير، فتحسسوا من يوسف، يعني تسمع تسأل عن واحد ضايع، تسأل عن سلعة مفقودة أو شيء، تحسس، هذا يسموه التحسس. التجسس اللي هو العكس، يكون معرفة أسرار الناس لكن بالنية تكون بالشر، يعني فيها تدخل في بخصوص الشر. طبعا أرجع وأكد إنه اللغة العربية، طبعا كل كلمة من الكلمات هذه اللي قلتها واللي حقولها لها معاني كثيرة، ولكن أنا يعني انتقيت كلمات أو معاني بمعنى صح، يعني تكون فيها نوع من الوضوح في الذهن، يعني فيها تستطيع أن ترسخ في الذهن في أذهاننا يعني. طيب إيش الفرق بين الصمت والسكوت؟ والسكوت، الصمت والسكوت. الصمت إيش الفرق بين الصمت والسكوت؟ الصمت يأتي من الأدب والحكمة، السكوت فيه نوع من الخوف ويأتي بسبب الخوف. طيب ايش الفرق بين الكآبة والحزن؟ الكآبة والحزن، يقول لك انا كئيب انا حزين. الكآبة طبعا من ضمن المعاني، ولكن يعني اللي يعني ظهر اكثر شيء لي يعني كنوع من الفرق، تظهر على الوجه. الكآبة تظهر على الوجه. الحزن يكون مضمرا في القلب، يعني يكون في نوع من السر يعني، او داخلي أكثر يعني الحزن. أختم بكلمة جميلة جدا، شرقت الشمس وأشرقت الشمس. شرقت الشمس وأشرقت الشمس، إيش الفرق بينهم؟ شرقت الشمس بمعنى طلعت، وأشرقت الشمس بمعنى أضاءت. فأتمنى أنه هذه طبعا انتهيت الفروق بين الكلمات، أتمنى أنه تكون يعني درس، مش درس يعني مدرسة، يعني حلقة أو فيديو خفيف طريف عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.